احنا الان في فصل الشتاء، فحبيت اوجه لكم رساله يعني خفيفه لطيفه وان شاء الله تاخذوها بعين الاعتبار. تمام، اثنين مكملين لبعض. اول شيء بمهنتي عامل وطن اني انا قاعد بنظف وبحافظ على النظافه، ومجال التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام بوصل رسائل توعويه من خلال وظيفتي كعامل وطن، وانا فخور بهذا الشيء اللي بعمله. من أكبر المشاكل اللي بنواجهها زي بعيد عنكم، يعني هون في كيس وبدي فرجيكم يعني قديش الحاوي بعيد أو المكان المختص للكياس. هاي شايفينه ما بعده؟ وحلمي كان اني اكون بالتمثيل، والحمد لله ما زلت اني بدي اوصل لهذا الحلم، ومن خلال التيك توك قاعد بتشجع اكثر واكثر.